أنا صغيرة جدا لكنني قوية. أنا صغيرة جدا لكنني أنجب الكثير. أنا صغيرة جدا لكنكم بحاجة لي. قد لا تدركون ذلك لكني أساعدكم على البقاء على قيد الحياة. قد تنسون وجودي لكنني موجودة، وطالما بقيت على قيد الحياة يمكنكم البقاء أنتم أيضا. لكن منذ زمن ليس ببعيد كنت ألهث للبقاء على قيد الحياة لمواصلة رعايتكم. كنت أنا وعائلتي في خطر الموت ومغادرة هذا الكوكب إلى الأبد. في الواقع مات بعض أقاربي حينما كانوا الباقون منا على وشك التخلي عن كل أمل. حدث شيء رائع، لاحظ منقذ دنيوي محنتنا وسندنا وساعدنا على استرجاع قوانا. بينما كنت أعتقد أنكم نسيت كل شيء عنا أنقذتمونا، وبإنقاذكم لنا أنقذتم أنفسكم أيضا. لقد تغير المناخ ومعه تغيرت الأرض التي نعتمد عليها جميعا للبقاء على قيد الحياة. الأراضي التي كانت خصبة سابقا أصبحت قاحلة بسبب الجفاف أو جرفتها عواصف مفاجئة، مما يترك المزارعون في ضرر بفقدان البذور والغذاء وسبل العيش. بدون بذور لن تكون هناك نباتات ولا أشجار ولا فواكه ولا خضروات ولا حبوب. لحسن الحظ تعمل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة مع المزارعين ومربي النباتات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم من أجل حفظ وتقاسم ورعاية البذور التي تغذينا جميعاً. توفر المعاهدة الدولية وصولاً مجانياً وسهلاً إلى المواد الوراثية النباتية الضرورية في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون المزارعون مجهزين بشكل أفضل لمواجهة الأزمات المفاجئة مثل حالات الطوارئ المناخية. يلعب المزارعون ومجتمعات السكان الأصليين وبنوك البذور وبنوك الجينات دوراً محورياً في ضمان التنوع المحصولي والأمن الغذائي لنا ولأحفادنا. شكراً لكونكم أوصياء على التنوع المحصولي.